وينهم اللي يحنوا؟ وين وينهم الحبايب؟ وين راحوا؟ راحوا الناس اللي كانت تحن وتعرف الحنان وتعرف راحت ماتوا. اللي كانوا يعرفوا الحنان ويعرفوا الحياة ويعرفوا الأسرة ويعرفوا العائلة راح. وين الأخ اللي يخاف على أخوه؟ وين الأخ؟ الأخ ينصب على أخوه وينصب على عائلته وينصب على يبغى يأكل ويشرب بالحرام. راحت الأيام وراحت راح الزمن، راح الزمن. وقولوا للناس اللي خادت الإرث يجيبوا معاهم الإرث للقبر، ياخذوا معاهم الإرث للقبر، واللي نصبوا علينا ياخذوا ما نصبوا به علينا إلى القبر، ياخذوا. وين كان؟ والله كأنه رضا الوالدين ما تنفع، استغفر الله العظيم. كيف كنا مع عائلتنا وعائلتنا؟ تغير كل حاجة، تغيرت كل حاجة. اليوم نفسي نفسي، اليوم نفسي نفسي. وإذا عندك فلوس، عندك فلوس تجمعوا لك الناس، إذا عندك فلوس تجمعوا لك الناس، إذا ما عندك فلوس خليك وحيد واسكت، خليك وحيد واسكت. لا أخ ينفعك ولا عم ولا خال ولا، اللي ينفعك هو فلوسك. دبر على حالك، اتجه لله سبحانه وتعالى، هو الرزاق، يطعم ولا يطعم، هو الذي يطعم ولا يطعم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.